من اي مدينه جاي؟ جاي من اماره راس الخيمه. من مدينه ابو ظبي. مدينه الجيره. مدينه ابو ظبي. جاي من اماره راس الخيمه. طب ليش اخترتي ندوه مجموعتك وانت تحضريها؟ سابقا في الفوركس ايفنتس يوم الخميس الماضي قابلت الاستاذه ايمان الشحي واثارت اهتمامي في التداول. هي المنتجات اللي انت حابب انك تتداول فيها بالمستقبل؟ النفط، الذهب والدهب. اليورو USD. اليوم معنا بالندوه، شو الاشياء اللي انت حابب انك تتعلمها بالمستقبل؟ الاساسي التداول الرقمي يعني. كيف السعر الاسك والباد؟ متى التداول يكون الافضل؟ how to read the market index. هل انت متداول باسواق السلع او اسواق العملات؟ اي نعم، انا محلل في اسواق العالميه. جديد سنه 2020. انا استخدم كذا منصه، مثلا عندك منصه ميتا تريدر 4، ميتا تريدر 5، واذا بتسالين عن بروكر يعني عندي كذا بروكر، لكن للامانه شفت بروكر كويتي هي الاحسن.